صار مع الله، فأهداه الله دعوة 100 مليون شخص وأكثر، حفر اسمه بحروف من ذهب على مدى التاريخ. إنه الدكتور محمد مشالي المعروف باسم طبيب الغلابة. أنا طبيب بشري، طبيب بشري، نشأت في بيئة متواضعة وكافحت كفاح مريض وتخرجت من كلية طب القصر العين سنة 67، وتم تعييني في الوحدات الطبية بمحافظة الغربية، واختلطت اختلاط جامد بفقراء المرضى الفقراء، ووجدت نفسي أتعاطف معهم بشدة لظروفهم المادية الصعبة وحالتهم الصحية القاسية، ونظرت نفسي إن أنا أكون طبيب الغلاب اللي ما معهوش ما يدفعه، واللي معاه يدفع مبلغ بسيط، واللي مسامح في مبلغ بسيط يدفعه للكشف ماشي، غير كده مفيش. الذي رحل عن عالمنا الآن عن عمر ناهز 76 عاماً، ظل مغموراً لا يعرفه سوى أهل قريته الذين يتلقون خدماته الطبية، لكن الله أراد أن يشهره حتى يعلم القاصي والداني خدماته التي لا يأخذ مقابلها شيئاً، كل هدفه سعادة الناس وصحتهم بثمن زهيد، ليذاع صيته ويتردد اسمه وتنتشر صوره في المواقع الإلكترونية وعلى صفحات السوشيال ميديا وفي البرامج التلفزيونية لإبراز بساطته وحرصه على خدمة الناس دون السعي وراء مال أو تحقيق ثروات، ورفض التبرع بالملايين لتجديد عيادته الصغيرة. تخرج الطبيب الراحل من كلية الطب قصر العين وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته ب5 جنيهات، وزادت إلى 10 جنيهات، وكثيراً ما كان يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، حتى أطلق عليه أهل قريته طبيب الغلابة. تم تعيينه بالقطاع الريفي بمحافظة الغربية لكونه مقيماً وقتها بمدينة طنطا، وتنقل بين الوحدات الريفية، وتم ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة. الحمد لله استطعت إن أنا يعني إن أنا أرضي نفسي يعني وأقف جنب الغلابة، خصوصاً المرضى الفقراء الغير قادرين على العلاج. فوداعاً من سخر وقته وعمره لخدمة الفقراء، منفذاً وصية والده الذي أوصاه بأن يكون عوناً وسنداً للفقراء طوال عمرها، ودعاً الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة.